مرحب مرحب يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، مرحب مرحب يا رمضان، ويا مرحبا بك يا رمضان. الحمد لله علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، وحلقاتك كلماتك قرآنك قفك لقيا بأن أفهم سخالده جزك ما تمرن حاويا جزكي سقالات إلى سبحانه وتعالى وحليها الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين كأن لم يغنوا خلق وحلق وضع كأنهم لم يقيموا فيها مقال ذا لقوها لاقي قومك شعيب وحامو دا إن يعني ولقد لدقين أوكلت ومشان لغو عيشة وما تكون أولاد اسمه أورانيسي تسيد أي أبا بعصان تحي درتيد معنى كيسا إلا غا موضة كألم يونو إني ديختومين وحول بدن إيه هلين أما حوله هو بدنا شهيسا لغا موضة معنى كيسا وحل غا موضة كألم يونو أي كأنهم لم يقيموا فيها ولم يعيشوا فيها مشا ولقيت إن لغو نولاد اسمه أورانيسي سي أبا بعصانيت يضيع كم وقضو وحا أكتهين ريشو عيب سدح عذاب وكردوغن أيالغو وحلاقي ومدكو واد مد سورة دان إيكاها الليسو يعني إلهي أوليهي وحا لغو قبتي الرجفة أيضا أيضا كهريسو فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين يعني تي قلقلنيسا لغو والقلقلي معركيسا آيادة كلا وعذابتا لبات كشيكين سحاويا في سورة هودة وقلتك دونايا إله سبحانه وتعالى حلنا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين هل كانوا لقو قيلي ماركسة كأن لم يغنوا فيها مركاك بعد إله سسولي كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ماركسة. وفي سورة الشعراء وحاولت قدنا عذاب تسيد حاذو فكذبوه فأخذتهم عذاب يوم الذلة وحالو قبتي عذابتي كلا أسيد حاذو حيهت مدي ضرورتا هرينيسي ضرور عذاب وضعته أيا دوش وضع حريس ماركسة. سيد حدا عذاب أيا لقوها لغي قومك نبي الله شعيب أيضاً كروحاوياً ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا عفوا هل كان وحا لقوضا أي تكاثروا أموالهم وأولادهم إنتي كبذنائين حوله هذا إيو أولادو ذا لقموضا عفوا تي عفين تأهيدو إن لودن بدافي دنوبتو دي لودا في معها ماركيسا في صحيح صحيحين كحكوس أروري حديث لها يو يعني حف الشوارب شواربتي هالحيرو وعفو اللحى قركينة هالدايو مركو عفو هالكم حلقة ولا داي إلا إيكب ذناين حوله هذا يو أولاده ذا كدي بقى مركا إله سبحانه وتعالى مركا اسألوا دكتين أي راهذين وروحا واب اسكد بيعات وقليه هوري أولها لأغني ميسان أهين إلا يعني دبي عادة أدونك أو سيدا إسكان خطيمة أغي وحتو سالي عبركو جرتو ما جرتو دهين مركز إله سبحانه وتعالى حويري فأخذناهم وحال وقبته بغتة وهم لا يشعرون سك كذا لوقبت مركز إسألوا لكتين ويعني نوم البو إسكالد هذه حولي إيو هدو إلهي كوروني هاي مالبو أو مالك لجوغو يدد باللوهي مركز إله سبحانه وتعالى سك كذئه وقبت ماركيسا مركز عفو هل كان محل لقوة ذا تكاثروا ماركيسا إني بطينا لقوة ذا آيادك رو حويان فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فمثله كمثل الكلب إن تحمل أي إن تطرده حداد عيرسيت إيجا وآد عيرسيت يلهث وهران هرايا ماركيسا
marka taxmiilu halkaan lagama wado tii xambaarashada oo wax lagu xambaarinayo oo dusha wax laga saarinayo lagama wado markaysa ay waxa laga wadaa in taxmiiluhu haddaad ceerisid carabkiisa iyo hiran wuu hiran hiraya eyga aw tatruku haddaa ka tagtidna meesha uu iska taagan carabku saas u leeya maanta o dhan hahdasuu ku haya eyga markaysa haddii la ciirsana iyo hadduu fadhiyo eyga wuu hiran hiraa markaysa masalka marka ilaahay wuxuu kaga soo qaatay qofka diinta ilaahay subxaanahu watacaala uu baray dabadeedna ka dhexbaxe markaysa ayuu kusoo qaatay famathaluhu kamathali lkalbi in taxmil in tatrudu haddaa ciirsatid yalhath wuu hiran hiraaya haddaa deesido aad tidaahdidna halkaa iska nasane waxaad moodaa weli inuu hiran hiraayo carabkiisa banaanka uu yaalo jazakum llahu khayran barakallahu fiikum waakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin